لليوم الخامس على التوالي تسجل تونس 0 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمعنى لا وجود لحالات وافدة ولا محلية، كذلك استقرار عدد الوفيات وارتفاع حالة الشفاء وخلو المستشفيات من المصابين بهذا الوباء، كلها مؤشرات تؤكد بداية التعافي. نجم نقوله معناها داخليا مسيطرين عليها، معناها مسيطرين عليها، ولكن احنا مازالوا عندنا تو ما يقارب 56 مواطن تونسي يحملوا الفيروس، والحمد لله ما همش مسيبين، يعني الناس في الحجز ونراقبوا فيهم به، وان شاء الله عن قريب تو عندنا 6 ولايات انضفت ما عادش فيها، وعن قريب ربي ان شاء الله يكتب علينا وكلهم البلاد كلها تنضف. تبقى بطبيعه الحال راهي تونس ماهيش في معزل من بلدان، لكن علاش لازم نقعدوا لابسين لي ماسك ولي مزور بارير هذوما اللي نحكي فيهم؟ على خاطر انا اللي قادر كان تجي حاله من برا واحنا ما نفيقوش بها نجم تتسرب بسهوله، دونك يلزمنا مادام مازال الوضع الوبائي في العالم مازالوا فما حالات يلزمنا نكملوا نقعدوا معناها في التوصيات اللي تقررهم معناها الوزاره والحكومه. كما أثبتت التحاليل السريعة التي أجريت مؤخرا في بعض الولايات المصنفة بالموبوءة منها إقليم تونس الكبرى وقبلي وجود مضادات مناعية ضد فيروس كورونا لدى بعض المصابين بهذا الوباء دون أن تظهر عليهم أي أعراض. ثم على الأقل 50% من الناس اللي مرضت رقيناهم من 1000 واش مرقبوا فيهم في السبيطار كان 150 ولا 200 ما أكثرش، والبقية ثم اشتر على الأقل اشتر ما ظهرت عليهم حتى علامة، وفما 30% ما يقارب ولا أكثر شوية هم الناس اللي ظهرت عليهم علامة واحدة، مثلا سخانة نزلة كحة هكا دامت نص نهار ولا طرف سخانة وتزيليفة شدته هكا كالكو زور سوايع ومشات على روحها. عطات مؤشرات اللي هي في مناطق اللي هما موبوءة قال الآخر دي اوت سبوت اللي هما خرجوا منهم برشا حالات، عرفنا العدد، عرفنا اللي فما ما بين 4 و5 حتى 10% متاع الناس اللي في المناطق هذه نجم يكونوا صار علاقة بهم والفيروس وهما طوروا المضادات. كما ستجرى لاحقا دراسات في علاقة بالمضادات المناعية لتشمل كل الولايات. في سبتمبر المجمع العالمي قاعد يحضر في بحث كبير على بقية الجمهورية التونسية باش نعرفوا قداش من التوانسة تمسوا بالفيروس هذا باش لما تتنشر في المجلات العلميه باش نعرفوا شنو هي حاله تونس. ليمونيتي دي بيبل تونيزيان سي تري امبورطون كونيتر ليمونيتي دي بيبل تونيزيان باش الا قدر تصير مرضات اخرى ولا حاجه عندنا معلومه، عندنا باز دو دوني نخدموا عليها، ومتجم تكون باز دو دوني هذه هي تصلح لنا في تلقيح الناس كان يخرج فاكسان من هنا الاول العام الجاي باش نعرفوا شكونهم اللي عندهم ليمونيتي وشكون ما عندهمش. رغم أن الخريطة الوبائية أكدت أن تونس في طريقها إلى التعافي، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن الإجراءات الوقائية، بل يؤكد تواصل الالتزام بها.